روى مسلم ذلك في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم تركهم ثلاثا ثم وقف على القليب فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقاله عمر: يا رسول الله، أن يجيبون وقد جيفوا؟ فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب. أنا هنا في الحقيقة عندما أقرأ مثل هذا أسأل الله العافية، يعني تصوروا حسرة هؤلاء الذين نودوا بأسمائهم وقد عاينوا ما كان يحذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يشفق عليهم منه، وما كان يرأف بهم، وحاول وصنع كل صنيع، وحاول كل محاولة، واحتال كل حيلة لينقذهم منه، فأبوا إلا التقحم فيه، وهم الآن يسمعون: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يسمعونه يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كيف حسرتهم ولا يرجعون. ها هم وجدوا ما وعد ربهم حقا، ولكن هيهات، لا يرجعون. وهذه من أعظم الحسرات، لا يخرجون من النار أبدا أبدا. وهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يشفق عليكم منه، لكنهم ليسوا فقط من يتحسر، كل من تقحم ما كان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعله، كل من ترك وأهمل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يفعله ويعتني به، تعظم حسرته عندما يرى عاقبة ذلك، ولا يستطيع أن يتدارك. يا عباد الله، الآن التدارك يمكن، الآن، وإلا فأسأل الله أن يعيذنا من هذه الحسرات.